شلومو بشينو كمين أخون فرجان الرحيمة أديوم بتحرستو ديلونيتو أنا أخدك شمعيتو كيتو اسمه دم دم مو صالون لأنه بو صالون دو حاجو أديوم أتكم حاجينا حام حاجة أتكم حاجينا أكيتو أتكتو ريشاتو أثوريتو أديوم أكتلان جادو رابو جادو باسيمو أتقادرين أتزمنين أرحو عزيزو اتكيتو اديو ما ككو بشمايو ديلو نويت بشمايو عربيتو عربيتو الو ككو يو بشماي ايضا ستيمن كل فروس وحبيب ايضا يعقوب شاهين بشينو بشلومو اثت لاستوديو اد اصير يا طيبه وكي تعمي استحبر ثيدي عززتو كارولين بشينو بشلومو اثت نقحرتو اي كارولين بشرورو ما جيجلا لي علو وكم مومينا قادم شاري له اللعدو كم تبعلي مش غنى بسرية وش كلانك فهمت لي كيف ما دارت بو عربي فهمت كيف ما دارت بو عربي درح مسألة قطره ف بودينا بكموش وولي لأن كوذعنا مالي زينا وبطرق نحتة بدوث وزبنو دو مسرح وقم مفصوحين عم حدود إن شاء الله بودينا بشوولو ميكارو كتلق شوولو ميدة هورو نونتين فروغا كيف خدمت لي هي اتلي خبقارة يعقوب شاهين انا غزيت عرب ايدل من يوم قمايا وتخمنتن يعني كوديم تخوق الشوقي غزاي اخوا بصبي وبصبي لوايا كل دانا ودخم صيله ماطل دويو ما اخر اخنا يطخ زهمتي له ويقرتي له يعني دخم طيل دويو ما تمصيله قارم لاوا ومصيله هاوي مختيمرخ يعني هل اون بقانو ليه وسنيقة هيجخة ده خمسية اللي نطيل الدويوة عم تقول كارو معلش أترجم لك للعربي يا ريت إنه تابعت حلقاتك كلها والشغل يبين إنه يعني كان متعب كتير وأنت ضليت على المكافحة وعلى بدك تربح وحلقة على حلقة أبدعت أكتر وأبدعت أكتر لأخذت الدرجة الأولى شلون كان هالتعب فيك تحكي لنا شوي يعني شلون قدرت تخلص هل الدرب كله دايت عن شلومو وشلومو على كولة مفرجوني يا بشينا صحيح زي ما قالت كان في تعب والله بعلم تعب كبير بس الحمد لله يعني هالتعب هذا كان يروح لما أشوف الناس عمالة بتبعت لي مسجات فيديوهات قديش محبت الناس لإلي كانت قديش محبت الناس وتشجيعهم لإلي بالبرنامج يعني نشكر الله هذا فضل كبير وهاي نعمة من ربنا فكنت سعيد جدا بمحبة الناس هي اللي كانت تقويني وإيماني بربنا وإيماني إني أنا راح أوصل وراح أوصل صوتي وإيماني بمحبة الناس وإيماني بشعبي بكل أنحاء العالم هذا اللي خلاني إنه أقدر أستمر أوصل للنهاية ومحبة الناس ووفاهم معي بأيام كنت فيها قوي وبأيام كنت فيها تعبان الناس دائما جنبي فهذا بدل انهم وفاهم لإلي ليعقوب شاهين وفاء كبير ومحبتي لإلهم أكبر من هيك وما عمري راح أنسى هاي الفضل وأنا سعيد اليوم إني جاي على السويد أول جولة فنية كانت إلي بالسويد فسعيد جدا أنا والله يعقوب شاهين زامورو عربويو يو كي بند مينا زامورو فلسطينو يو كمينا بشينو بشلومو اي بو خبي قامتو خد عمورو فلسطينو يو وكمش تبهرينا اي بو خو بفلشت كمينا بشينو اي بحورو نيدو خا فلسطينو يو كل داثن ميبت الحيم طبعا زامورو عربويو يو كمحشوات اديوما ورابو هاد بينا عربو يو الو اي شرشو يو ثيدوخ شرشو يعني شرشك شرش سرياني من طور عبدين ايه. وقلنا الفخر فيك طبعا كمطرب اولا كلمة طرب يعني قليلة انه واحد لا مش على كل واحد يقدر يقول هالكلمة انت شماس في الكنيسة السريانية المقامات الكنسية من قدمويو لتمينويو هذا شيء ساعدك ميزك من أصدقائك الموجودين في البرنامج أو يعني أعطاء أو تعبك أكثر لازم تتجنبهم ولا شلون؟ بالعكس هو يلي فادني وهي اللي ميزني عن كتير ناس إني أنا قدرت أدمج بين الحان الكنسية وبين الموسيقى اللي منعيشها هي الموسيقى العربية فلما عملت هذا الدمج
ظهر شخصية جديدة يعني. وخلينا ننوه لشغلة مهمة، إنه كبار المطربين يلي تعلمنا منهم في الوطن، كبار المطربين هم تخرجوا يا إما من كنيسة يا إما كانوا يجودوا، وهدول اللي خلينا نحكي الموسيقى الكنسية والتجويد بتخرج عمالقة. مزبوط. فمثل الله يرحم وديع الصافي، فيروز الله يطول بعمره، تخرجوا من كنيسة. أم كلثوم تخرجت كانت عندها تجويد. صباح فخري كذلك الأمر. فهالروحانية هذه بتحس حالك أنت ما بتغني أو ما بتحس حالك بتصلي، لهيك الكلمة توصل للناس، اللحن بوصل للناس، وخصوصا ألحان الكنيسة السريانية عندنا يعني عريقة جدا، ألحان مرافرام يعني عريقة جدا جدا جدا، ويجب أن نحافظ عليها ويجب أن نطورها. يعني أنا هالدمج البسيط اللي عملته هذا عمل إشي كبير، فالحمد لله. سؤال، أنت يعقوب شاهين انتصر على الدنيا فيه في الفيسبوك، وليش ما غنى يعقوب شاهين سرياني في أي مثلا بيت أو محل في الأرب آيدول؟ أنا بعرف ليش، بس انت قولها، بدي اشوف اذا الجواب مثل ما عم فكر انا ولا لا. تفضل. لا، مش مثل ما عم بتفكر. في يعني كان زميلي بالبرنامج اردني غنى بالتركي، يعني التنوع بالاغاني وباللهجات وباللغات ما كان مشكله يعني البرنامج، ولكن انا كان عندي دائما فضول اني كل حلقه اعمل إشي جديد، كل حلقه اقدم لون جديد. يعني لو طول البرنامج حلقتين كان اجى دور السريع وغنيت، بس غنيت مردلي، غنيت مزبوط. يعني كنت اعملها هيك، ولكن لا، ولا عمره انه كان الموضوع انه ممنوع اغني او انا ما بدي اغني. بالعكس، انا كان مرحب من قبل اداره البرنامج اني اغني بالسرياني وباي لغه تانية. كذلك الامر انا بالنسبه لي، يعني لو طول البرنامج حلقتين كان غنيت اكيد بوليسون سريويو. انا تحليلي كان بده يكون، تعرف شو؟ ايش هو؟ انه انت عم تغني طرب ومواويل حلوه، يا بدك تغني كنسي ويا بدك تاخذ شي غنيه تكون طربيه. بالعكس، انا ربنا معطيني نعمه الصوت اني اقدر اغني اكثر من لون، وهذا قوه، مصدر قوه بالنسبه لي، فليه ما اجمع بين التنين؟ فهو كان السبب انه لو طالت كان ضلينا نسمع. طيب مشاريعك المستقبليه، في عندك مشروع مثلا تغني لمغنيين كبار مثلا سريان، ملحنين سريان؟ طبعا. ليش عم اسال؟ لانه نحن والفلسطين والسوريا والمدن العربيه، كل البلاد العربيه كلها، نحن كثير محبوبين كسريان. الحمد لله. فنحن على طريق يعقوب شاهين فينا نوصل رساله لاخوتنا العرب انه هاللون، هالموسيقى الفنية وهالغناء أكيد. الموسيقى السريانية. شو بقول لك شغلة، أنا الإشي صار معي، صار مع شخص يعقوب شاهين، بتيح للفرصة أني أقدم هذا اللون بسهولة على جميع الناس، على الشعب العربي، على الشعب السرياني، على الشعب الفلسطيني بشكل عام. محبة الناس وتصويتهم لشخص يعقوب شاهين من كل أنحاء العالم، من كل أنحاء العالم، لما يجي أعلى نسبة تصويت في تاريخ برامج الهواء، وأنا بحمد ربي وبشكره على هذا الإشي، من كل العالم أجا تصويت أعلى نسبة في كل تاريخ برامج الهواء، هذا بدل إنه أنا بكرة شو ما أقدم للساحة الفنية. طبعا مش أي إشي راح أقدم يكون مدروس راح يتقبلوه مني، وأكيد إن شاء الله يوم من الأيام كنت أنا والأستاذ تشار اللي هو إدارة أعمالي من قبل بلاتينوم ريكوردز نحكي بهذا الموضوع، وإن شاء الله راح يا منجدد أغنية يا بتكون أغنية جديدة مشتركة بدوتين بصير شيء. أكيد 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 طبعا. فالحمد لله، نعمة القبول عند الناس هي مهمة زي نعمة الصوت، فإن شاء الله أقدم لهم. يعني نستنى منك طرب سرياني إن شاء الله مع إن شاء الله بالألبوم القادم، راح كل لون يعقوب شاهين بيقدر يقدمه ويجيده راح إن شاء الله أنا أعمله، ونحن معك يا حبيبي. أهلا إياك. أنا يوان عطوريتا ويخزان نخ مخ هل ملتين ودختيطت رابا عطوريت قوس درتالي وقوس ويد، يعني يولو قالة صوت قال قا يعقوب دخت برياشة ومو بيت أملت لقا عطوراية تينا رياشة آتي وتمخدية ويعني ناشدية وبريشيتة عطوراية أكيتو. عم تقول لك كارولين، نحن كسريان أشوريين
صوتوا لها كثير من السويد ومن اصدقاء ومن عارف تعرف هي كثير عالم صوتوا لك وكثير حبوك وعم بيحسوك واحد منهم هن. شو بتحب تقول لهم لهالشباب هاليوم مثلا يوم رأس السنة الأشهر؟ بداية نقول شاتو بريختو شاتو بريختو وإن شاء الله كل عام وانتم بألف خير يا رب. أنا سبق جاوبت على سؤال شبيه بهذا النوع، جاوبت على سؤال مثله، قلت إنه يعقوب شاهين قبل عرب آيدل كان ابن عائلة شاهين، اليوم ابن كل شخص وحبيب كل شخص، وكل شخص بيشوفني بيقول هذا إلي، أنا إلي هذا، أنا صوتت له وحبيته. اختلفت هاي الأمور. وأنا لك عائلة كتير كبيرة الحمد لله، محبة الناس كنز، وكل شخص حبني وصوت لي إن كان فلسطيني إن كان سرياني إن كان أشوري إن كان كلداني إن كان عربي إن كان شو ما كان، المحبة بالنسبة لي أنا في قلبي هون بحبه، واللي صوت لي بصوت ومئة ألف صوت، اللي صوت لي بصوت خدرته إنه صوت بصوت، والصوت لي مئة ألف صوت خدرته إنه صوت، بشكرهم التين وعزتهم في قلبي واحدة، وأنا بشكركم كتير حبيبي ياخوب، ما رح أوقفك وإن شاء الله كتير. وإن شاء الله الليلة تكون حلوة إن شاء الله بوجودك حلو. أنت معنا وأهلا وسهلا فيك باستوديو أصيل يا طيبة كمان مرة ومحبتنا لأخواننا ولحبايبنا ببيت الحيم الله يخليك وبشينو إيبو خركي وعدو كدعينا وعمك نطري للالتا حدو لمك لينا لخ شبقونو غلبة مثل المزب نيدوخ كمينة بشينو بشلومة أثيتو بشينو بشلومة نقحلة وفرجون الرحيمة كمينة عدو لقمك لينا لك تلي تحرستو كنطرولي عدو أثي أزبنو كلنا بنطرين عليك حزينك كليت دلقلو وعليمانو ماطي الدرغو غلب رابو وهاوي مملو مثلو قيل مير وقيل مير فلاميدي وقيل زمر لسريوي وقيل هاوي مملو تينويو غلبي بس اديو ما تكتيو هركي اديو مع مينا وفيو شيذي ومثيذي البينو ثينا هانو بس سهدوثو ربثو اتكتي اعليمانو وابرو دبيتانو اديو ما يذيعو زامورو عربويو لازم تدعينا انو زامورو عربويو زامورو فلسطينويو يعني بقشمت فلشت بقشمت فلسطين ياسق ورابح و وشوكونو او كيف انتم من ايقاد بون يوثون عرب ايدول سو اديوما كلوزم تدعينا ميدحا كيتو غلبة حورونك دمي قيهوخا قيهوخا إلو اديوما كم ماثل هي اثرت فلسطين إلو اشر شيذي سريويني وشرشانو ديذي كمشتبرينا ايبا احنا خد سريويني إلان ميدي رابويو إلو لو بس احنا كرحمينا لي كيتو مليون دعامو كرحميلي ويحبوا دعامان كل إليك لازم اشتبرينا بايوستي
تصوروش قديش الليلي سعيد ومبسوط اني اجي واحيي حفلاتي هون بسويت بين الناس اللي حبتني والناس يلي دعمتني والناس اللي صوتت لي. جيتكم من فلسطين، من بيت لحم، من الارض المقدسة لأشوف الناس اللي حبتني هون. الجميع 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 كل اللي حبني تتصوروش قديش معزتكم هون بقلبي. انا بعرف قديش في ناس حبتني هون بسويت، عشان هيك انا اول زيارة كانت الى السويد. وبدي احكيكو عيدو بريخو وشاتو بريختو. عيدو بريخو. وان شاء الله يا رب الليلة بتكون حلوة مثل هالوجوه الطيبة وجوه الحلوة هاي. الله يخلي لي اياكو. بدي اشكركو جميعا، اشكر كل يلي نظموا هاي الحفل وكل يلي اتعاونوا ايد بايد لنجاح هاي الحفل. وشكر للفرقة الموسيقية بقيادة الفنان المايسترو.